احبابك على كافان كتختيفي، ومرحبا بك ايضا في برنامج خليك في دارك مع اسامه. السلام عليكم الاخ اسامه، والسلام لكل متتبعي كاب 24 تي في، وشكرا على هذا البرنامج خليك في دارك مع اسامه وزين. شكرا حميد. كيف كدوز الحجر الصحي؟ كندوز الحجر الصحي ديالي بحال اي مواطن مغربي اللي ملتزم بالحجر الصحي، لانه هو التزام. فكندوز وقتي مع عائلتي الاكثريه، مع ولادي في قرايتهم، نشوف شنو داروا، كنسول على حبابي، كنسول على صحابي. بعض المرات كيكونوا اخبار مؤلمه بالنسبه للاقارب اللي ماتوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. الى شفت الاخبار كنشوف اخبار مغربيه، يعني قنوات مغربيه ولا صحف مغربيه، ما كنشوفش شي حاجه اللي هي مزيفه في لي ريزو سوسيو. يعني هذا كي ضيعت الوقت، لان احنا خصنا نكونوا بلوس ملتزمين باش نربحوا الوقت، وان شاء الله نخرجوا من هذا الوباء. ولا خرجت يعني كنخرج غير الضروره، ما كنخرجش يعني باش نحوس ولا ندور ولا فوالا. دونك وعزاز عليا قصص الانبياء بزاف، كنقراهم بزاف. هذه عاده عندي في اي رمضان، ولكن هذا العام على الحجر الصحي خديت الوقت ديالي مزيان الحمد لله. شنو الحاجات اللي عملتيها حميد في هذا الحجر الصحي وما عمرك كنت ناوي تعملو؟ الحاجات اللي عمري ولا كنت ناوي نديرهم ودرتهم في هذا الحجر الصحي هما انني جلست في الدار. هذا هو، هذه هي الحاجه، ما اي حاجه كنت نديرها. باش تقدر تشبه الحجر الصحي؟ باش نقدر نشبه الحجر الصحي، نقدر نشبهه برسالة ربانية، ونقدر نشبهه بأم كتحضن ولادها، ونقدر عاود نشبهه بالتواضع، ونقدر نشبهه عاود بالتحذير. طبعا حميد، الجائحة قربتنا من الناس وخلتنا نعرفوا القيمة الناس خرين. شكون هما الناس اللي تصدمتي فيهم حميد في هذا الحجر الصحي؟ اكيد ان الناس في هاد الوقيته ديال الجائحه هذه، عرفنا الناس اللي اكثر حبا لك، ولا ماشي الناس اللي كرهوك، الناس اللي الله يهديهم وصافي. انا الناس اللي صدموني في هاد الظرفيه العصيبه هما الناس اللي عاونوا، ولكن ما عاونوش في سبيل الله بالنسبه ليا وبالنسبه بزاف المواطنين، انهم كينشروا داكشي في لي ريزو سوسيو، كيقول شحال عطا وشحال لاصوم ولمن عطا. فوالا، دونك هادشي انا اللي صدمني. فوالا هادشي. كنظن ان الفن والفنانين هما اكثر الناس اللي تهاجموا في هاد الحجر الصحي، شنو التعليق ديالك؟ الهجوم كان في بدايه الفتره ديال الكورونا فيروس، ما نظنش دابا، لان بزاف يعني شفنا اعمال اللي كاينين اللي كيكونوا مدول مع دول، يعني هدف فنيين كيكون عمل زوين. وحنا بالنسبه لنا في المغرب كان بزاف الاعمال اللي كانوا تحسيسيه وابتهاليه، والحمد لله ما كان حتى شي مشكل. كنظن دابا ما بقاش داك الهجوم، وهاد الناس اللي هجموا والله الله يهديهم، كنقول لهم بلي حنا رحنا يا احنا منكم ماشي من غيركم. حميد، واش دور الفنان في هاد الاشهر كان ثانوي كيف ما كيقولوا البعض؟ اي واحد في المجتمع عنده دور، اي واحد بغى يكون فنان، بغى يكون محامي، بغى يكون ميكانيسيان، بغى يكون كيما بغى يكون، عنده الدور ديالو. ولكن الى حنا كاع ثانويين حقيقه، بعد النظر الى كنا اطباء في هذه الوقيته اللي حنا محتاجين الاطباء ومحتاجين الفرملين ومحتاجين القوات المساعده ومحتاجين كاع هذا الشيء هذا، وكنشكروهم. فحنايا حنا كنجلسوا ثانويا بيان سور، وكنجلسوا دي زارتيست. فوالا، عندنا اعمال تحسيسيه في هذه الفتره هذه، وحنا عايشينها كما عايشها اي مواطن. الحاله النفسيه لحميد كيف عامله في هذا الحجر الصحي؟ الحاله النفسيه ديالي في بدايه الجائحه ما كانت مضطره شويه، كنت شويه ما كنتش مزيان، ولكن من بعد الحمد لله رمضان فجا، حنا كنا ديجا نفرحوا ملي كيجي رمضان، وبنادم في رمضان كيصبر، وبزاف الحوايج كيتبدلوا في رمضان. فكي جا رمضان جا الخير معاه، والحمد لله جا الخير ديال اننا
اننا دخلنا في الصبر، خص بنادم يصبر، ورحنا غادي صابرين، ولكن النفسيه ديالي الحمد لله مزيانه بخير وعلى خير، ونتمناكم حتى نتوما تكونوا مزيانين ان شاء الله. شنو رسالتك للناس اللي مرض بكورونا؟ يا ربي يشافيهم ويكون معاهم، يا ربي يشافيهم ويعافيهم، وان شاء الله يشوفوا احبابهم كما احنا بغينا نشوفوا احبابنا يا ربي. شنو الحاجه اللي باغي تحققها في هذا رمضان يا حميد؟ الحاجه اللي باغي نحقق في هذا رمضان، ما باغيش نحققها بوحدي، باغي نحققها كلنا، اننا نجلسوا في ديورنا حتى ان شاء الله نخرجوا من هذا حلم، اننا غادي نخرجوا من هذه الجائحه هذه، وكل شيء ان شاء الله يفوت بخير وعلى خير. واخا هضرنا شويه على البرنامج الرمضاني ديالك، كيف كدوز رمضان؟ البرنامج ديالي في هذا رمضان هو برنامج ديال الحجر الصحي، يعني داكشي اللي قلته في السؤال الاول هو اللي كان في رمضان. ثلاثة الحاجات في الدار مستحيل تستغنى عليهم في هذا الحجر الصحي. أولا الماء، ثانيا الضوء، ثالثا لا ويفي. حميد تبارك الله عليك، كلمة أخيرة شنو كتوجهها للجمهور ديالك عبر كافان كات تي في وللناس بصفة عامة في هذا الحجر الصحي؟ باش نخرج اخوتي من هذا الوباء، خصنا نجلسوا في ديورنا ونحترموا الأوامر ديال وزارة الصحة والسلطات، وإن شاء الله نخرجوا سالمين غانمين، وربي يكشف الضر على كل البشر يا ربي. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة اللي كانت أكثر من رائعة مع حميد بوشناق، موعدنا في حلقة مقبلة إن شاء الله مع ضيف جديد، وما تنساوش خليك في دارك.